كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جيناكم أنا وميلا لحالنا من برا البيت، أوكي؟ وين رايحين؟ هون رايحين، رايحين نشتري أغراض لأنه ماما شبه ماما بابا ماما واوا. يا جماعة لسه رولا مرضانة وتعبانة شوي، غبنا عليكم كثير وتأخرنا بعرف، بس إنه لسه رولا تعبانة وكان لازم هيك نقضي وقت أكثر مع العيلة، وأهم شيء ادعوا لها لرولا إن شاء الله هيك تقوم بالصحة والعافية، ولسه عينها شوي تعبانة. يمكن صورت لكم فيديو على قناتها ووضحت كل شيء. أنا دكتورية، أنا هون عينها. إيه عينها واوا ماما هون. فالمهم يا جماعة اليوم حتقضوا معي يوم كامل أنا والبنات، وحتشوفوا كيف عم ندير أمور البيت هيك لحالنا. هلأ أنا وميلا رايحين على السوبر ماركت، بدنا نشتري أغراض وبدنا نسوي فطور وناكل. خلينا نجرب ونخبص ونشوف شو بيطلع معنا. يا ما شاء الله كبرت وما بتقبل إلا تقعد لحالها، ما بدها مساعدتك. شوفوا بتطلع من هون لحالها على السيارة ما شاء الله. صايرة ميلا ما عم تقبل إلا تقعد جنبي بالسيارة وقت تكون رولا مو معي، فهي صديقتي بطريق السفر والمشاوير وكلها. ميلا ناخذ كيك لماما؟ يا طيبة؟ انا اكل شوي وانت كمان تاكلي كيك، اوكي؟ ما بدي يا somehow I'll give you my attention. هلا قررنا انا وميلا انه نسوي اليوم الفطور نحن. بس شو بدنا نسوي نحن؟ ما بنعرف بدون ماما. اوكي شو نجيب ناكل؟ جيب اغراض للبيت، ناقصنا اغراض وهيك. ها كيك عم تقلي ميلا، فحشوف شو بدي اجيب، شو حنسوي فطور. اول مره حجرب انا وميلا كل شيء اليوم مع بعض. في شيء جبت لك؟ ماما بالعاده بتقول ممنوع دائما اي شيء، بس اليوم كل شيء مسموح. اوكي ميلا بتحبيني؟ حبك ميلا. شوفوا شو اشترت ميلا لماما. شو اشتريتي لها؟ بلوم. واو كثير حلوين. شو لونها هاي؟ شو لونها؟ بينك. ارض تقع بعض الارض؟ يلا تعال حطها بالسيارة. اوكي جينا هلا يا جماعة المحطة نعبي بنزين للسيارة، وميلا بدها تشوف كيف حيتعبى البنزين وتساعدني. وين عبي؟ هون؟ شاطرة. ده أزرق، ما بصير أزرق ميلا، هاد مو على كيفنا. هاي شاطرة، هاي الصح. طبعا هون بالمحطة أنا بنزل وعبي البنزين بإيدي، بحط هون بطاقتي البنك وبياخذوا مبلغ حوالي 200 يورو، وأنا بعبي بنزين ب 100 مثلا فبيقطعوا بس 100 يورو من قيمة المبلغ. بتحكي لك كل القصص صارت معنا رولا. شو جبتي لها كمان؟ روحي جيبي كمان كيك. كمان شكرا لك. ناكله ناكله على الطريقه. بقول لها بدي اكل انا الكيك، عم تقولي لا هذا لماما. لا هاي الوردات انت اخترتيهم. هي قالت بدها بينك. اول شيء بدي اقول لكم شكرا كثير على رسائلكم وعلى اسئلتكم على رولا وصحتها. عن جد يعني مثل ما كنتم شايفين لسه عينها عم توجعها، وكان في امراض ثانيه غير عينها وقصص وجهها قريب، لهي السبب تاخرنا عليكم. ومثل ما شفتوا هلا رولا تعبانه قاعده هون. اوكي هلا ميلا حتبدا وتسوي لنا بان كيك نفطره، مع انه صارت الساعه شي 1 الظهر. مانو كيك. هلا حنسوي كيك. شوفي هدول هن. هلا طلعت مع النت مكونات، طحين وحليب وزبده بيكنج باودر، بس رولا ما عم ترضى تقلي قديش لازم احط، فحجرب انا. اول شيء حننخل الطحين، اوكي؟ انا ما حقيس شيء. خلي والله حنجيب العيد شكله. والله حنجيب. انت كبيتي اوكي. المشكلة اي شيء حنكبه نحن حننظفه ميلا، ما في ماما اليوم. كاتبين حنحط نص ظرف بيكنج باودر. ليش ما بعرف؟ نحن خلينا نحطه كله. طيب
اوكي؟ هلا حنكبر الكمية ونعمل كمية أكبر، أوكي؟ لأنه عبد إجا حياكل معنا، هو وراء الكاميرا عم يصورني كمان يعطيه العافية. هلا حنحط السكر، سكر قديش بده؟ قديش بده السكر؟ 16 معلقة سكر، 16 معلقة سكر، فضيها كلها ميلة هاي؟ شوفوا شو عملنا بالمطبخ، ويا هون المسكات، البواب، الارض، ها حنفرجي ماما لا تقلي لا. اوكي هلا صبينا اول وحده انا وميلا، وشكلها فشلت فشل ذريع لانه سميكه كثير كثير، صح ميلا؟ شو هي؟ بروتشي. عم تقول هي خبزه توست يعني. الله يسامحك يعني ما زبطت معنا. هلا صبيت الثانيه، شوفوا كيف زبطت، بعد ما زدت لها حليب لانه طلعت قبل شوي كثير سميكه، فهلا مشي الحال ان شاء الله، بس كبرت القرص يعني. هلا المحاولة الثالثة بتزبط. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. ليلي إذا طيبة ولا لا؟ يا خليلي شاطرة، فهيمة. هلا من نامي رولا بدنا اياها، خذي رولا قبل ما نروح لك كلها على الارض بتوقع لها. ذكرتني بالعرسان وقت بدخلوا ايديهم هيك بقلب بعض وبياكلوا هيك. تخربطت انا بين الكاميرا يلا خذي مني لتوقع لتوقع لتوقع. اعطينا رايك بقى. لون طيبة ما توقعت. والله ما توقعت. والله مالي خبر، كل هاد عيني مبينة هيك. كل ما شفتي حالك انت كل ما بشوف حالي بالكاميرا بقول بدي ارجع امرض. شكرا ميلا، هي انت عملتي اياه؟ شكرا لك. انا بدي كيك. شو طيبة؟ اوكي بان كيك بدها. هي ما بدها هدول، بدها الكيك اللي جابته. شوفوا مين عم بيمشي بالحديقة. والله بيرلا كبرت، صارت تتمشى بحديقة البيت، حققت حلمها خلص. حققت حلمها، شفتي بيرلا شو عم تمشي؟ طبعا ميلا وبيرلا لبستهم لبس السباحة لأنه كثير اليوم حر، كثير كثير عنا حر، فحبيت أعمل لهم أكثر نشاط بحبوه بصراحة، فحأفتح هذا المسبح. كلك عبيتي الكاميرا. الله يسامحك. عبتكم مي، عبتكم خلص. فين يا جماعة هذا المنفاخ؟ ما أحسن بدونه، نفخ المسابح، القصص هاي اللي العلاقة بألعاب الأطفال، فهذا الكهرباء كثير وفر علي وقت بصراحة من المنفاخ العادي، وهي ميلا عم ترشني مي كثير كثير اليوم، تعي رشي بقلب المسبح لبين ما يتعبى، أوكي؟ لا هاي دي. هاي كنيت. ميلا شوفي شو جبت لك. شو هاد؟ شو اسمه؟ كان كريم. زون كريم؟ يا للشمس صح، برافو عليك. Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know what single thing. يا تميلي يا والله شكله عيني تلتهب مثل رولا. انا قريبا لحقك يا رولا عيني. صرنا جاهزين نسبح؟ اوه صح، دور بيلا، نسينا بيلا. يلا مين بتحبي يلعبك اكثر، ماما ولا بابا؟ امي بابا. شاطرة. أنا. شوفي شو عملوا فيني، شوفي شو عملوا فيني، بتيابي نزلوني.
my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. هلا كنا برا انا وميلا، رحنا جبنا لماما اكثر اكله بتحبها صح؟ يا شو جبنا لماما؟ عصان. لك مو حصان، سوشي. سوشي شوفوا احنا جبنا لها سوشي ولا حنفاجئها فيها. اوكي شو رايك بهالمفاجاه من ميلا؟ والله مو اطيب شيء في العالم صح؟ اكثر شيء مشتهيه عليها هذا. بلكي بتطيبي من ورا ما بتحبي. فيرو هلا عم تتدللي، انت مرضانه وان شاء الله عليك الف عافيه، بس بكره بس تطيبي بدك تعملي لي اكله ورق عنب. اوكي يا سلام. هاي انا جبت لك سوشي وتعذبت فيه كثير. تمام خمس دقائق بس تمرض لا سمح الله بعمل لك ورق عنب. اشوفه يلا طيب مع اواها. شايفين كيف بيرلا بلشت تمشي؟ عم نطالعها يوميا على الحديقة لحتى تمشي هيك على العشب وتاخذ راحتها. شوفوا قديش صار مشيتها منيحة. بيرلا ليلى تعي تعي، ليلى تعي للبطة، ليلى تعي. هي هي لحقتن. هلا جبتن على الحديقة لحتى هيك تمشوا شوي، والجو كتير حلو صح شوب شوي. بس ميلا جايبة العدة معها، هون في عنب في عصير. يعني بدي اقول عن جد الله يعطيك العافية يا رولا، لأن اليوم عن جد قضيت مع الولاد يوم كامل. هلا تقريبا صار المساء وحنرجع على البيت بعد شوي، بس والله الموضوع مو سهل أبدا. يعني هي عم توفق بين شغل البيت والولاد وأي شيء تاني، شيء عن جد كتير صعب. هلا صار وقت الحليب. قومي اقعدي ميلا كويس، اقعدي شوف شطح لحالها. المفروض تعرف انه هون شطح اشرب حليب. اوكي يا جماعة هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه معي ومع البنات. رولا ما كثير طلعت معنا اليوم بما انه مرضانة، هيك ادعوا لها بالشفاء وان شاء الله بتتحسن ونرجع لكم فيديوهات هيك كثير قوية وحلوة. واكتبوا لي اهم شيء شو رأيكم بفيديو اليوم بما انه انا صورته لحالي مع البنات من اوله لاخره بدون رولا، لانه دائما بايام العطل خاصة بانه اليوم عطل كثير بقضي وقتي مع البنات وهيك. فاذا حبيتوا هذا النوع اكتبوا لي يا جماعة. هلا صار لازم اودعكم ونقلكم بحبكم كثير. باي.